كابتن هيستأذنك، خلاص لحظات وتنطلق المباراة، هنطير لصالة سيتي كلاب بالسلام ولقاء القمة الأهلي والزمالك سيدات مع معلقنا الكابتن إيهاب رجب، فإلى هناك. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. شكراً كابتن هيثم السعيد، وشكراً الكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الوارث. بداية الدورة الختامية مشاهدينا الكرام لتحديد بطل الدوري العام عمومي سيدات موسم 21-22، لقاء اليوم الذي يجمع بين الكبيرين، بين النادي الأهلي أمام حضراتكم بزيه الأحمر، وفي مواجهة نادي الزمالك الغريم التقليدي، أيا كانت المنافسات وأيا كانت اللاعبات أو اللاعبين، ولكن يظل المنافسة بينهم محتدمة وخاصة في كرة اليد. قدام حضراتكم لاعبات بكل روح رياضية وبكل أخوة هيبتدوا اللقاء، وآدي نصر عيد بتظبط الكورة وبتجهز نفسها. تشكيل النادي الأهلي مشاهدينا الكرام أمام حضراتكم، بتلعب رنا راضي رقم 20 في الباك ليفت، ورقم 11 دعاء حلمي في الباك رايت. في نص الملعب على الدايرة بتلعب نصرة عيد رقم 10، و55 إسراء سيد كصانع ألعاب والعقل المفكر والمحرك والمدبر لهجمات النادي الأهلي. في الجناحين الوينج رايت رقم 11 دعاء حلمي، وفي الباك رايت رقم 19 منة خالد. أما في الباك ليفت الناحية الأخرى هنشوف مين اللي هيبتدي بيه التشكيل، الكابتن يحيى يوسف المدير الفني رقم 40 فرح حازم. ده تشكيل النادي الأهلي مشاهدينا الكرام. بالنسبة لنادي الزمالك فبيتكون من تقى علاء رقم 15، ونورهان علي 5، ياسمين صلاح 99، دينا عاشور، دنيا عاشور 88، مريم عمر 8، فاطمة علاء 55، علاء عبد الحميد 16، بتول محمد 17، بسمة مدحت 12، نورهان أشرف 92. وتنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء مشاهدينا الكرام من الكابتن أحمد مصطفى شوقي، وأيضا من الكابتن محمد عادل طاقم التحكيم لهذا اللقاء مشاهدينا الكرام. هنشوف النادي الأهلي هل هيأدي وينفذ نفس الكلام اللي سمعناه من ضيوفنا ونجومنا، نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر الأزمنة المختلفة في الاستوديو التحليلي اللي أفادوا وقالوا لنا إن النادي الأهلي أكيد الكابتن يحيى يوسف هيبتدي يستغل التفوق والخبرة اللي بيمتاز بيها لعيبة النادي الأهلي. وآدي الهدف الأول مشاهدينا الكرام، بتحرزه مين؟ آدي فيه على طول مشاهدينا الكرام إيقاف لمدة دقيقتين. ليه؟ لأن الهدف بعد ما أحرزه النادي الأهلي اللاعبة رقم 11 دعاء حلمي، وهي راجعه رجعت من امام منطقه الارسال اللي هي الدايره الصغيره اللي في نص الملعب مشاهدينا الكرام. فطبعا حارسه المرمى طلعت الكوره، لكن هي ما كانتش داخل الدايره، كانت بعيده شويه، لكن الكوره خبطت فيها. فبالتالي على طول كابتن محمد والكابتن احمد احتسب الإيقاف لمدة دقيقتين. وأدي تقاطعات وتحركات ومحاولة كده استكشاف الدفاعات الأهلوية عن طريق نورهان علي رقم 5، وبتحصل على رمية جزائية بيتوجه لها وتتصدى ليها رقم 15 تقى علاء. لكن يا جماعة
غادة حسام، كلمة السر اللي أشاد بيها واتكلم عنها الكابتن محمد عبد الوارث والكابتن ياسر في الاستوديو التحليلي، وقالوا إن حراسة المرمى هي يعني تعتبر 50% بالإضافة إلى السرعة في الهجوم الخاطف والفاست بريك. تاني 19 منا خالد بتحاول تتوغل وتخترق لكن دفاع قوي، وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. نصر عيد على الدايرة تلعب وعلى طول بترد بقى مين؟ إسراء سيد، بكل إصرار وعزيمة بتعمل خداع وترتقي وتصوب كورة قوية قاذفة أهداف بقى النادي الأهلي، الجو جو، وتحرز تاني أهداف النادي الأهلي، وبترد على طول عليها مريم عمر رقم 8 من نادي الزمالك، ومعها أول أهداف نادي الزمالك. يمكن مشاهدينا الكرام قلنا برضو لحضراتكم إسراء تاني بتحاول إن هي تتوغل، وآدي الكابتن يحيى يوسف والكابتن ناصر على جانب الملعب والتوجيهات من خارج، وبيطلب الكابتن يحيى الهدوء شوية، وهي برضو كلمة السر اللي قالها الكابتن عبد الوارث والكابتن ياسر، إن هناك فرق ما بين السرعة والتسرع، وده اللي كان بيطلب بيه الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للنادي الأهلي. تصويبة من النادي الأهلي وتصدي من حارسة مرمى الزمالك رقم 8 مريم عمر، معها الكرة في نص الملعب وبتطلع لها نورهان علي من على الدايرة، وقلبوا الهجوم إلى 4-2، ونزول 2 فراودة أهو، ومحاولة الاختراق لكن الدفاع الأهلاوي بتنجح برضو. تاني هدف على التوالي من منا عمر ان هي تخترق وتتوغل وتصوب وتحرز تاني اهداف نادي الزمالك. منا عمر لاعبه صغيره السن مشاهدينا الكرام، وادي الكابتن شريف الشامي واقف على الخط في المعسكر الابيض وفي امام بنك احتياط ودكه بدلاء نادي الزمالك. الإسراء والاختراق والتوغل والتصويبة والتصدي والتألق تاني، وبترد على طول من نادي الزمالك كورة اتعملت فاست بريك سريع توصل للاعبة رقم 96 نورة أحمد، تستلم الفاست بريك وتروح بموجة واحدة كده وعلى المرمى وتصوب كورة أرضية، ومعلنا أول تقدم للزمالك واحنا بنلعب في الدقيقة الخامسة. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، 3 الزمالك 2 الاهلي. نصرة من على الدايره بتخرج، ورانا راضي بتنزل في الليفت باك، وتصويبه وترتدم بالقائم لسوء الحظ، لسوء حظ دعاء حلمي، تصويبتها ترتدم بالقائم على شمال حارسه المرمى وتطلع رميه جانب يلعبها نادي الزمالك، ولا على مهله خالص مريم عمر ليه تقع عليها على شمالها، تمريرات في الخط الخلفي كده لنادي الزمالك، تقع علاء وتقاطع بينها وما بين نورة أحمد اللي بتلعب في الرايت باك، تقع جت في النص ونورهان راحت في الليفت باك، وآدي تاني تصويبة من نورة أحمد ومعاها الهدف الرابع عشان يزيد من تقدم الزمالك ويزيد بقى من سرعة وإصرار النادي الأهلي اللي هتبتدي نجومه ولاعباته إن هي تركز، لأن واضح إن كان البداية ما كانتش على قد قوة المباراة. وفعلا كرة تانية من مريم عمر زي ما قلت حضراتكم، مريم هي كلمة السر والعقل المفكر ومفتاح ومحرك ومكون هجمات وأهداف نادي الزمالك. في المعسكر الأحمر معسكر النادي الأهلي، إسراء بتبتدي تعمل تقاطعات ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي ما بين الأجنحة والأظهرة عن طريق رنا، ورنا تصويبة من الثبات
واللي فات فات والكرة في الشباك ويحرزوا بيها الهدف الرابع. 5 الزمالك 4 الأهلي. بنلعب في الدقيقة 7 مشاهدينا الكرام. تقع علاء معاها الكرة بتلعبها ل 88 دينا دنيا عاشور في الوينج ليفت. تاني الزمالك وهنشوف برضو هل مريم عمر هيكون ليها كلمة السر. وتاني محاولة تغيير الاتجاه كده عن طريق تقى وتخترق بين واحد واثنين. وادي الكابتن شريف واقف يعني على أعصابه، وطبعا مراقب المباراة كابتن جمال رمضان قاعد بره على طاولة التسجيل. وادي تصويبة وتتصدى لها بقى غادة حسام وتعمل الفاست بريك لكن قوية طويلة تطلع بره الملعب رمية مرمى. مشاهدينا الكرام بطولة أو الدورة الختامية المجمعة لتحديد بطل دوري عمومي السيدات المحترفات لكرة اليد موسم 21/22. وزي ما استمعنا مشاهدينا الكرام إن ده دوري من دور واحد، دوري من دور واحد بيضم 4 فرق هم الأهلي والشمس وسبورتينج والزمالك. يمكن الأهلي صاعد إلى الدورة المجمعة ومعاه نقطتين، الشمس صاعد للدورة المجمعة ومعاه نقطة ونص، سبورتينج في حيازته نقطة، والزمالك في حيازته نص نقطة. آدي الجهاز الفني واحتياطي النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم. كابتن عاطف كان رجع، عاطف طه المدير الإداري للفريق. وآدي تاني رنا تحاول الاختراق وتعمل خداع وتعمل مروحة وتخترق ما بين واحد واثنين وتصوب، لكن كان دفاع قوي معاها وحصلت على الرمية الجزائية. رمية جزائية لصالح النادي الأهلي. مين اللي هيصوب؟ لكن تتصدى بقى مين؟ بسمة مدحت حارسة المرمى المتألقة منذ بداية اللقاء حتى الآن. من نادي الزمالك وتمنع الكرة من الوصول لشباكها. منى خالد فشلت إن هي تحرز الرمية الجزائية. تاني نادي الزمالك. وتاني التصويبة وتتصدى دعاء وتعمل متابعة على الكرة وتخش من الوينج رايت وتصوب في الزاوية البعيدة، لكن لأنها ما كانتش على عدلة إيديها. وآدي بترد على طول. دعاء حلمي وتحرز هدف التعديل والتعادل لصالح النادي الأهلي عشان تصبح النتيجة 5-5. بنلعب في الدقيقة 11 مشاهدينا الكرام. وكنا بنقول لحضراتكم إن ده اليوم الأول وأول لقاءات الدورة المجمعة. وآدي كده بكرة واختراق وتوغل، لكن في صفارة من الكابتن أحمد مصطفى شوقي وبيدي كارت أصفر لنصر عيد وبيديها تحذير إن هي كانت فيها جذب من التيشيرت للاعبة نادي الزمالك، وهي كانت بتطالب إن الكورة فاول عكسي على مريم عمر. تاني مريم معاها الكورة، وقلت لحضراتكم مريم هي اللي ناجحة حتى الآن في فك لوغاريتمات وأسوار النادي الأهلي الدفاعية. مريم تاني لتقى، وادي إشارة اللعب السلبي. وتتقطع الكورة وياخدها النادي الأهلي ويتعمل فاست بريك سريع. وتوصل الكورة إلى اللاعبة رقم 44 شهد الشورى، تحرز معاها هدف السادس للنادي الأهلي وهدف التقدم. وبترد مريم عمر وتتصدى دعاء حلمي وتلم كورتها وتلعبها
على مهلها لنصر عيد والإسراء ورايح النادي الأهلي. ابتدى الكابتن يحيى مشاهدينا الكرام يعمل روتيشن، وادي نصرة واستلام ولا اجمل ولا اروع، ودوران واستلام كرة بايد واحدة وعملت اللفة والدوران على طول بالمدافعة وصوبت واحرزت الهدف السابع عشان تزيد من تقدم النادي الاهلي ليصبح 7 الاهلي 5 الزمالك. هيبتدي النادي الاهلي يكشر عن انيابه بقى مشاهدينا الكرام بلاعباته ونجومه وخبرته الكبيره. يمكن نادي الزمالك لعبته يعني لسه يعني مش عايزين نقول حديث العهد، هم صغيرين في السن وما عندهمش خبرات نجوم ولاعبات النادي الاهلي. وادي بيطلب الجهاز من بره ان هم ما يلعبوش على الفاست بريك، وادي كره ثانيه لنصره وتصويبه ودفاع من داخل الستة متر وصفاره ورميه جزائيه. كابتن محمد بعلوشه اخصائي التاهيل والكابتن صلاح راضي مدرب حراس المرمى من جهاز النادي الاهلي. رميه جزائيه، رميه 7 امتار وطلعت دلوقتي بسمه ونزلت آلاء عبد الحميد رقم 16، لكن نصرة بتنجح ان هي تحرز الهدف الثامن مشاهدينا الكرام عشان تزيد من تفوق وتقدم النادي الاهلي 8 الاهلي 5 الزمالك. يمكن قلنا قبل حضراتكم برضو سمعتوا عبر مع الكابتن هيثم السعيد والكابتن محمد عبد الوارس والكابتن ياسر صلاح في الاستوديو التحليلي لهذا اللقاء مشاهدينا الكرام. وادي قاذفه اهداف جو جو عن طريق نورة احمد اللي بترتقي وتصوب وتحرز الهدف السادس. قلنا ان المجموعه بتضم 4 فرق وده اول يوم في الدوره الختاميه لتحديد بطل الدوري. الاهلي بيقابل الزمالك، وغدا ان شاء الله الاهلي هيقابل سبورتنج، ثم بعد غد الاهلي هيقابل الشمس في اخر لقاءات. وادي السكور قدام حضراتكم والساعه والتايم، بنلعب في الدقيقه 15، 8 الاهلي 6 الزمالك. وادي كره توصل في الجناح وتتصدى دعاء بثبات. قدام حضراتكم دعاء اهي. وادي اسراء تلعب الكره الرانا راضي وعلى الدايره، اسيست رائع من رنا راضي الى اللاعبه رقم 44 شهد الشورى تحرز الهدف التاسع. يمكن كمان كنا قلنا لحضراتكم ان الفريقين التقوا هذا الموسم الاهلي والزمالك في مباراتين. يمكن المباراه الاولى، يمكن المباراتين يعني حسمهم النادي الاهلي لصالحه وحصد نقاط المباراتين كاملتين. اللقاء الاول انتهى بفوز النادي الاهلي 35-17. اما في اللقاء الثاني هذا الموسم اللي اقيم بين الاهلي والزمالك مشاهدينا الكرام، النادي الاهلي كشر عن انيابه. وادي جانب بقى من اللاعبات اللي بره التشكيل، يمكن امينه عاطف يعني عشان كانت لسه راجعه اللي بنبارك لها على الزفاف. وادي تاني محاولات من نادي الزمالك، مريم عمر ومحاوله الاختراق وكره على الدايره، لكن دفاع هايل من اسراء بتمنع الكره من الوصول. اللقاء التاني مشاهدينا الكرام اللي اقيم بين الاهلي والزمالك، يعني نجح النادي الاهلي ان هو يبين وجهه الحقيقي في هذا اللقاء وحسموا لصالحه بنتيجه كبيره وتقيله، هي 51-21 لصالح النادي الاهلي، اي بفارق 30 هدف مشاهدينا الكرام. رمية حرة لصالح نادي الزمالك ونزلت دلوقتي
99 ياسمين صلاح وجت نورة أحمد في نص الملعب ومريم راحت في الباك ليفت، ولكن دعاء حلمي والتصدي ونصرة تعمل الفاست بريك لكن تقطعها 88 دنيا عاشور وتطلع رمية جانب لصالح النادي الأهلي. وأدي دعاء حلمي بتستعجل منا في لعب الرمية، دعاء وهتنزل لنصرة وتستلم نصرة بإيد واحدة وتلف عكس اتجاه وحركة المدافعين بعد ما ودتها شمال. مشاهدينا الكرام رجعت هي يمين واستلام بإيد واحدة، يعني ولا أجمل ولا أروع. وردت مريم عمر، قلت لحضراتكم هي سوبر هاتريك نادي الزمالك النهاردة، لكن احنا عندنا سوبر هاتريك وهي نصرة عيد اللي الحقيقة مقدمة لمحات جمالية ومهارات على منطقة الستة متر كلاعبة سنتر فيرويد أو لاعبة الدائرة في النادي الأهلي، اللي بيعمل بقى الروتيشن دلوقتي الكابتن يحيى بيطلعها وبينزل لعيبة مكانها. وآدي تعاون ما بين الخط الخلفي للنادي الأهلي، شاهد الشورى نجحت في إحراز الهدف الحداشر، وكان في الهدف اللي فات شاهد أحرزت بعد ما نزلت هدف، ورجع تاني رنا راضي مع إسراء وتعاون في الخط الخلفي واختراق من إسراء ومعها الهدف الحداشر للنادي الأهلي. الدقيقة 19 مشاهدينا الكرام، مريم عمر تطلب خروج تقى من على الدايرة ونزلت دلوقتي والكرة تاني تقع وتلمها شاهد وتوصل سريعة فاست بريك لإسراء اللي ابتدى زي ما قلنا لحضراتكم وسمعنا قبل اللقاء ان حراسة المرمى والفاست بريك السريع. وادي وقت مستقطع على طول بيطلبه الكابتن عصام سالم المدير الفني لنادي الزمالك ومعاه الكابتن شريف الشامي بيدي توجيهاته وتعليماته لفرقته. ليه مشاهدينا الكرام؟ لان احنا بنلعب في الدقيقة 20 وابتدى الفارق يزيد ويصبح فارق 5 أهداف، وده عفوا مشاهدينا الكرام، وده اللي طبعا مش راضي للجهاز الفني لنادي الزمالك. وفي المعسكر الاحمر كابتن يحيى بيطلب اهو وبيدي توجيهاته الهجوميه وبيطلب التقاطعات والتحركات من الخط الخلفي، والكابتن محمد بعلوشة اخصائي التاهيل وكابتن عاطف طه المدير الاداري للفريق وادي شاهد وكلام وحديث جانبي ما بينها وما بين إسراء. نزلت دلوقتي ياسمين صلاح 99 في نص الملعب وجت على شمالها مريم عمر ولسه نورة أحمد في الرايت باك أو الظهير الأيمن. أهي نورة ياسمين وتعمل خداع وتمويه كده بتمرير الكرة للدايرة، فالدفاع راح على لاعبة الدايرة لكن كملت هي بالكرة وصوبت وأحرزت الهدف الثامن. يمكن برضو نقول لحضراتكم كده فكرة سريعة على موسم دوري عمومي السيدات، انه كان هذا الموسم كان مقسم لمجموعتين. المجموعة الاولى كانت بتضم الاهلي والشمس والطيران والسموحة والترسانة واتحاد الشرطة ومنوف الرياضي وهوليليدو ومركز شباب شيشة الانعام، وكورة جميلة لكن كان فيها خطوة زيادة من مين؟ من رنا راضي بعد ما عملت خداع جميل ومررت كرة على الدايرة لكن كان فيها خطوة زيادة. مريم والاختراق والتوغل لكن دفاع كان فيه متأخر خطوة فبالتالي اخترقت ووصلت إلى منطقة مرمى نادي الأهلي وصوبت وحصلت على الرمية الجزائية. مريم عمر في مواجهة دعاء
حلمي في مواجهة غادة عادل عفوا، وأحرزت مريم الهدف التاسع. 12 الأهلي، 9 الزمالك. بنلعب في الدقيقة 21 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. قلنا لحضراتكم المجموعة الأولى، المجموعة الثانية كانت بتضم الزمالك وسبورتنج والجزيرة والمعادي والزهور وأصحاب الجياد ومدينة نصر وهليوبلس وأكاديمية الدكتور جمال الأليوبي. دول كانوا المجموعتين. كل فريق لعب مبارياته دوري من دورين، تصويبة قوية عن طريق دعاء حلمي، لكن تيجي في حائط الصد في البلوك وتطلع رمية جانب، وبيدي الكابتن أحمد مصطفى، أدي الكابتن شريف بيقول إن هي ما لمستش في حد، لكن بيقول له لا، لمست في إيد البلوك الدفاع الزملكاوي وطلعت رمية جانب اتلعبت على طول. قلنا الدوري كان كل مجموعة بتلعب دوري من دورين رايح جاي. وتأهل للدور الثاني 6 فرق، 3 فرق من كل مجموعة. أول 3 فرق، المجموعة الأولى اتأهل منها الأهلي والشمس والطيران، والمجموعة الثانية اتأهل منها سبورتنج والجزيرة والزمالك. ولعبوا مجموعة أخرى ثم صعد من المجموعة الست فرق دي الأربع فرق اللي قلنا لحضراتكم عليهم، اللي هم الأهلي وسبورتنج والشمس والزمالك. تاني مريم عمر، وتوصل الكرة لنوران وبتحاول تخش من الرايت وينج، وتقع الكرة بعد ما صدتها غادة حسام، وتوصل إلى إسراء اللي رايحة لوحدها بكل اقتدار وجراءة، وتحصل على هدف وإيقاف دقيقتين على لاعبة نادي الزمالك اللاعبة رقم 5 نورهان علي. أربعتاشر الأهلي، 9 الزمالك. مشاهدينا الكرام، ابتدى زي ما قلنا لحضراتكم النادي الأهلي يمكن فيه أكتر من ورقة رابحة ما بتلعبش وما بتشاركش في هذا الشوط حتى الآن، وإشارة اللعب السلبي من طاقم التحكيم لهذا اللقاء مشاهدينا الكرام. وادي التايم والنتيجة قدام حضراتكم، 14 الأهلي، 9 الزمالك. بنلعب في الدقيقة 24 وإشارة اللعب السلبي. مريم هتحاول لكن تقع، وبرضو تاني صفارة ورمية حرة ومعاها تصويبة وحائط صد بلوك من شهد، وإيقاف دقيقتين على مين؟ على اللاعبة رقم 7 ليلى شريف اللي لسه كانت نازلة بتشارك، لكن كان في دفع أثناء التصويب. وآدي إيقاف دقيقتين تاني على نصر عيد للاعتراض، لأنها كانت بتطالب كابتن عادل إن هو محمد بتقول له هي ما لمستهاش، وكان اعتراض، فبالتالي اداها الايقاف دقيقتين. وكده النادي الاهلي هيلعب باربع لاعبات زائد حارسه المرمى غاده حسام. محاوله تاني للاختراق عن طريق ياسمين صلاح، وكده المساحات وسعت، الزمالك عنده زياده عدديه لاعبه، ومريم وإشارة اللعب السلبي تاني، ومريم على الدايرة وتلف تستلم وتلف مين؟ يمنى عبد الباسط، لكن كان معاها إعاقة وكانت جوه الستة متر، فاحتسبت رمية جزائية وما احتسبش الهدف مشاهدينا الكرام. رمية جزائية لصالح نادي الزمالك، سبيشاليست في الرميات الجزائية لنادي الزمالك مريم عمر في مواجهة غادة حسام، وتحط الكرة في أقصى الزاوية اليمين العليا في المقص في الزاوية 90 زي ما بيقولوا. تاني اتلعبت رمية الإرسال، بنلعب في آخر الدقيقة 25 مشاهدينا الكرام، داخلين خلاص على المنحنى الأخير في الشوط الأول من هذا اللقاء. النادي الأهلي منقوص لاعبتين،
وطبعا طلعت غادة ونزل الكابتن يحيى لاعيبة عشان يزود عدد. في الهجوم وتمريرة لإسراء لمنة وتصوب وإشارة اللعب السلبي دعاء حلمي ومعاها دفعة، وأدي دعاء قدام حضراتكم وأدي إشارة اللعب السلبي مشاهدينا الكرام. لسه حتى الآن النادي الأهلي منقوص عدديا. وتخش رنا بقى راضي تحل المشاكل بالتراضي في دفاعات نادي الزمالك وتحرز الهدف ال 15. مريم التوغل والاختراق والتصويب والتسجيل. خمستاشر الاهلي 11 الزمالك. كمل النادي الاهلي مشاهدينا الكرام اللي مسيطر بعد ما الزمالك كان تقدم ب 2 دقيقة لشهد الشورى من الكابتن احمد مصطفى شوقي، وبيدي تحذير اهو وبيوجه وبيقول ان انت دخلتي جوه الستة متر عشان تعملي البلوك. هي بتقول له انا عامله البلوك من بره الحارسة المرمى. نشرح لحضراتكم الكرة دي مشاهدينا الكرام. بسمة مدحت كانت بتحاول تطلع فاست بريك وشهد الشورى كانت امامها، فعملت بلوك عشان تمنع الفاست بريك انه يطلع، لكن هو الكابتن احمد مصطفى شوقي اعتبر ان هي كانت من داخل منطقة الستة متر، فادها الايقاف لمدة 2 دقيقة وادها تحذير ان لو عملتها مرة تانية هيديها الكارت الاحمر. مريم عمر وتمريرة اسيست كده ليه ياسمين صلاح وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك على الدايرة تستلم وتتصدى دعاء، لكن كانت رجليها جوه الستة متر. غادة حسام عفوا، لكن كانت رجليها جوه الستة متر واحتسبت رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. نزلت دلوقتي مريم الشربج 88 في نص الملعب، واختراق ولا أجمل ولا أروع عن طريق اللاعبة رقم 40 شاهد عن طريق فرح حازم الوينج ليفت، عملت تقاطع وخداع وسابت مركزها في الليفت وينج وقطعت وراحت ناحية نص الملعب من على الدايرة واستلمت وعكست حركتها وبترد على طول مريم عمر وتعمل أسيست للاعبة رقم 11 يمنى عبد الباسط اللي تحرز منها الهدف ل 12. 16 الأهلي 12 الزمالك. بنلعب في الدقيقة 29 مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان من زمن وأحداث الشوط الأول في الدورة المجمعة الختامية لتحديد بطل دوري المحترفات عمومي سيدات موسم 21-22. تتصدى تاني بسمة وتعمل الكرة سريعة إلى مريم اللي على مهلها بتهدي فرقتها وبتقف على كورتها، وخلاص متبقي حوالي 45 ثانية مشاهدينا الكرام على زمن وأحداث ونهاية الشوط الأول. مريم هتعمل إيه؟ حاولت تعمل تمريرة أسيست عرضي كده لكن تطلع رمية جانب يلمها النادي الأهلي وتوصل إلى اللاعبة رقم 19 منة خالد تحرز معاها الهدف ال 17 وآدي حمد وشكر من موني على دكة بدلاء النادي الأهلي. نوران بتحاول تعدي وآدي الكابتن شريف كده سحب حارسة المرمى ونزل لعيبة زيادة، لكن كده احنا بنلعب
عايزين بس نتاكد من التايم، لان التايم اللي عندنا دلوقتي على الشاشه قدام حضراتكم 30.6 ثواني، وطبعا احنا الشوط معروف انه 30 دقيقه مشاهدينا الكرام. يا ريت لو مخرجنا يجيب لنا الشاشه من ارض الملعب اللي فيها التايم. وادي كوره جميله واسيست ولا اروع الى دعاء حلمي اللي بتنجز وتحط وتمر بكل اصرار. وادي الشاشه هي قدام حضراتكم الدقيقه 29 و48 ثانيه، 18 الاهلي 13 الزمالك، يعني متبقي حوالي 10 ثواني مشاهدينا الكرام. وبتصوب مريم لكن تتصدى غادة حسام حارسة مرمى النادي الأهلي المتألقة، ومعها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول، لكن في رمية حرة مشاهدينا الكرام لصالح نادي الزمالك. رمية حرة من مركز كده عند الوينج ليفت أو الليفت وينج لنادي الزمالك الجناح الأيسر. وآدي أهو مريم عمر، طبعا زاوية صعبة جدا واعتقد ان هي مش هتصوب، هي هترمي الكرة او هتمررها سيبها في الارض. وفعلا مريم سابت الكرة ومعاها صافرة نهاية احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي مشاهدينا الكرام 18 مقابل 13 لنادي الزمالك. فاصل قصير واستراحة، والميكروفون ينتقل الى الاستوديو التحليلي وكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام، فإليه الميكروفون كابتن محمد عبد الوارث والكابتن ياسر صلاح. كابتن محمد خلاص الماتش هيبتدي، خلينا ناسف هنتكلم في بعد اللقاء. نطير لصالة سيتي كلاب ومعلقنا الكابتن إيهاب رجب لنقل أحداث الشوط الثاني مباراة القمة الأهلي والزمالك، فإلى هناك. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى يسعدني أن أكون مع حضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث وقائع الشوط الثاني من الجولة الأولى في الدورة الختامية لتحديد بطل الدوري. لعبت رمية الإرسال مشاهدينا الكرام، وزي ما تابعتوا معانا في الشوط الأول اللي انتهى بتقدم وتفوق النادي الأهلي بفارق 5 أهداف بنتيجة 18 الأهلي 13 الزمالك، ومع أولى هجمات نادي الزمالك بتحصل مريم على رمية جزائية، وبتطلع دلوقتي غادة حسام وتنزل أمنية خالد. و تحرز مريم الهدف ال14. يمكن تابعنا وسمعنا ورجعنا مع حضراتكم اللقاء وتحليلاته، وقلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي كان مسيطر منذ بداية اللقاء وتقدم الزمالك بفارق 2، لكن قدر النادي الاهلي انه يرجع. وادي ارتداد دفاعي هايل عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبة رقم 72 آية الحوش في الشوط الثاني، وتعمل اسيست وتمريرة إلى فرح، لكن تصدي من بسمة مدحت. واضح واضح مشاهدينا الكرام إن نادي الأهلي نازل الشوط الثاني وعنده إصرار وعزيمة على حسم هذا اللقاء والظهور بالصورة اللي تعودناها على نجمات ولاعبات النادي الأهلي. ابتدى دلوقتي تغييرات في المراكز، ادي زي ما هي فرح في الوينج ليفت
وإسراء في نص الملعب واختراق ولا أجمل ولا أروع، وتصويبة وإعاقة وصفارة ورمية جزائية لصالح النادي الأهلي. تصويبة عن طريق مين؟ عن طريق آية الحوش اللي قلت لحضراتكم إن هي بتشارك في الشوط الثاني. نصر عيد والرمية الجزائية في مواجهة مين؟ في مواجهة آلاء عبد الحميد رقم 16 حارسة مرمى نادي الزمالك، ومعاها أولى أهداف النادي الأهلي في الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. وإحنا بنلعب في الدقيقة 4 ابتدى اللقاء يعني ياخد طابع السرعة كده والإثارة زي ما شفتوا حضراتكم في الشوط الأول. وادي كورة على الدايرة، لكن دفاع قوي عن طريق مين؟ عن طريق سارة حسام اللي نزلت برضو بتشارك. وادي الروتيشن اللي بيعمله الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للنادي الأهلي بمشاركة سارة حسام ومشاركة أمنية خالد في حراسة المرمى. وادي تصويبة من مريم عمر على شمال غادة حسام تحرز بيها الهدف الستاشر. 19 الأهلي 16 الزمالك. آية بتلعب في الباك رايت وفي نص الملعب رقم 18 سارة حسام. وادي اسراء تاني حاولت تخترق وتتوغل كده في عمق دفاعات نادي الزمالك وتصوب، لكن كان في دفاع قوي وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. كابتن شريف وتوجيهات من على الخط. وادي ساره تحاول تلعب كوره لنصره على الدايره، حاولت تتابعها وتحطها فولي كده بايديها وهي الكوره جوه السته متر، لكن كان في دفاع من داخل المنطقه وكانت رجليها جوه الخط فاحتسبت فاول ورميه حره. وادي اسراء تاني واختراق وتصويبه وتصدي من الاء، لكن بتتصدى الاء وتحصل نصره على الرميه الجزائيه اللي حصلت عليها اسراء وهتتصدى لها نصر عيد. ونزلت دلوقتي حارسة المرمى رقم 17 بتول محمد اللي تفوقت وتغلبت عليها نصرة وأحرزت الهدف العشرين. يلا يا أبطال ورونا المهارات والإثارة والسرعة اللي احنا متعودينها على كرة اليد المصرية. تصويبة عكس حركة غادة حسام حارسة المرمى بتحرزها تقع علاء ومعها الهدف ال17. 20 الأهلي 17 الزمالك. ابتدى الفارق يقرب شوية بعد ما كان انتهى الشوط الأول بفارق 5 أهداف، قل وبقى فارق 3 أهداف. إسراء استلمت الكرة وآدي تحية وتشجيع من على دكة بدلاء نادي الزمالك. سارة جت في الباك ليفت وادي نصرة تعمل اختراق وتطلع بره التسعة متر وتستلم الكورة وتعمل خداع جميل وتطلع 3 خطوات فوق وتنزل بدريبلاية وتروح ب3 خطوات تاني وتصوب على يمين حارسة المرمى. هايل يا نصرة، تمريرة وفنت ولا أجمل، وتوصل الكرة إلى الجناح اليمين رقم 55 من نادي الزمالك فاطمة علاء، ومعها صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. ومن الناحية التانية بترد عليها الليفت وينج رقم 88 دنيا عاشور وتحرز الهدف ال18. هيبتدي وادي سارة حاولت تلعب الكرة على الدايرة لكن ما تستلمش نصرة وتقع من ايدها ويلمها نادي الزمالك على مهله خالص عن طريق 15 تقع علاء لفاطمة علاء. الجانب اليمين مشاهدينا الكرام لنادي الزمالك جانب عائلي، فاطمة علاء و
تقى علاء. تاني نورهان وتقى وتحاول تصوب تقى وفعلا تصوب وتنجح ان هي تحرز هدف على يمين موني. كرة ارضية الهدف ال 19 عشان تقلل الفارق ويبقى فارق هدفين. ادي الكابتن يحيى وحديث كده ما بينه وما بين الكابتن ناصر عبد الواحد. غير راضي طبعا عن اداء فريقه. يمكن كنا قلنا لحضراتكم ان هو بيريح اكتر من لاعبه طبعا لظروف اللقاء. ساره والارتقاء والتصويب ومعاها دفعه وتقع على الارض. وفي ايقاف دقيقتين طبعا على لاعبه نادي الزمالك. وقع ساره حسام ان شاء الله تقوم سليمه. ونزل الكابتن محمد بعلوشه الاخصائي التاهيل وقامت ساره طبعا طالعه زعلانه من عنف الدفاع الزملكاوي مشاهدينا الكرام. ومفيش ايقاف دقيقتين يعني يمكن نفس الكوره كانت حصلت في الشوط الاول على النادي الاهلي وحصلت على ايقاف دقيقتين تقريبا شهد. لكن وادي اهو اعتراض من ساره وغير راضيه على قرار طاقم التحكيم. تاني النادي الاهلي مشاهدينا الكرام بيحاول بقى دلوقتي انه يلعب طبعا منذ بدايه اللقاء بيلعب بدفاع 6-0 لكن ابتدى يخرج دلوقتي اللاعيبه رقم 72 ايه الحوشي بتحاول تطلع دفاع عالي على مريم عمر اللي هي مفتاح لعب وصانعة ألعاب نادي الزمالك. ونصرة برضو بتقابلها من على العشرة متر أو الحداشر متر وتصويبة هي من مريم عمر بكل ذكاء تحرز الهدف العشرين. دقيقة 10 مشاهدينا الكرام 22 الأهلي 20 الزمالك. وآدي مريم عمر بتحمس فريقتها وبتحمس نفسها. وكرة تاني تطلع رمية جانب من النادي الأهلي تقع وتطلع. وحاولت نادي الزمالك يعمل مرتدة سريعة وتوصل للجناح اليمين فاطمة علاء اللي راجع اهي قدام حضراتكم ودخلت وصوبت لكن تتصدى موني للكورة وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. تاني نادي الأهلي وعلى مهله خالص بيحاول. ادي إسراء نزلت رنا راضي في الباك وطلعت فرح تقاطع وهتعدي تعمل تمريرة لمين؟ لآية اللي قدام حضراتكم. آية لسارة إسراء لنصرة استلمت نصرة وحاولت تعدي لكن دفاع قوي من نادي الزمالك وصفارة ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. تاني إسراء رانا وراحت رانا لوحدها وصوبت لكن تتصدى آلاء عبد الحميد اهي قدام حضراتكم وبتتابع مريم اللي دخلت وصوبت لكن في القائم. وهل في صفارة؟ ادي النتيجة 22-20 بنلعب في الدقيقة 11 مشاهدينا الكرام تقدم لصالح النادي الأهلي بفارق هدفين والدقيقة 11 من زمن وأحداث الشوط الثاني. كابتن شريف وتوجيهات وتعليمات. وادي الكابتن يحيى بيطلب تايم أوت وقت مستقطع طلبه وبيعني بيوجه لاعباته تاني. الحوسي ويوسف سامح مسجل وميقاتي لهذا اللقاء وكابتن جمال رمضان مراقب المباراة. ويعني يمكن الأداء والنتيجة واضحة هي على وجوه لاعبات وجهاز النادي الأهلي. سارة زعلانة طبعا وآدي إسراء هتستلم رمية المرمى من موني حارسة مرمى النادي الأهلي.
مريم عمر بتصحصح فرقتها وبتطلب من زميلتها على بنك الاحتياطي التشجيع، وادي كوره لنصر على الدايره تستلمها بايد واحده برضو كالمعتاد وتحرز الهدف ال 23 بكل هدوء اعصاب ارضيه تعانق الشباك الزملكاويه. تاني الاهلي ابتدى يرجع الفارق تاني، بقى فارق 3 اهداف. مريم عمر تاني ومحاوله للاختراق وتصويبه برضو ثباته للمره الرابعه مشاهدينا الكرام، بعد ما غير الكابتن يحيى المدير الفني للنادي الاهلي حارسه المرمى موني ونزل غاده، لكن برضو مريم عمر بتنجح ان هي تحرز الهدف ال21. اسراء تخترق وتتصوب وتصوب وتحرز الهدف ال24 مشاهدينا الكرام. ادي اللاعبات اللي بره تشكيل النادي الاهلي في لقاء اليوم. مريم والتصويبه، لكن كان في صفاره لان كان فيها خطوه زياده نتيجه دفع الدفاع الاهلاوي. مريم عمر هتطلب هتعمل ايه مع فرقتها، وابتدى اهو دلوقتي يلعب زي ما قلت لحضراتكم 5-1 او 3-2-1 على مريم عمر عشان يقلل من خطورتها ويقفل على مفتاح لعب نادي الزمالك مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان. تاني 15 تقع علاء وتوصل الكرة لمين؟ ل99 ياسمين صلاح، وتوصل من ياسمين الى فاطمة علاء وتحصل على رمية جزائية وقع على الأرض، وإن شاء الله هتقوم سليمة وتستكمل اللقاء مع زمايلها. واضح إن هي كان عندها إصابة في الأنف لأن هي كان محطوط لها زي واقي كده على الأنف بلاستر وبتتألم يعني، وواقف كل اللاعبات من كلا الفريقين بيطمنوا عليها. ونزلت لها الكابتن رغدة أحمد أخصائي العلاج الطبيعي لنادي الزمالك، وطلعت فاطمة هل هي ارتضم وجهها بالأرض ولا كان فيها إعاقة من دفاعات النادي الأهلي؟ ده اللي هنعرفه ونشوفه مع حضراتكم مع استئناف اللقاء. إذا كان في إيقاف دقيقتين على حد من لاعبات الأهلي، لا مفيش حد من لاعبات الأهلي حاصل على الإيقاف، 6 لاعبات هم بالإضافة لحارسة المرمى، يعني مفيش إيقاف ولا حاجة. يبقى هي ارتضم وجهها بالأرض أثناء دخولها من الجناح اليمين مشاهدينا الكرام. ما زال اللعب متوقف مشاهدينا الأعزاء، وأدي نصرة بتمسح أرضية الملعب عشان نتيجة المية والعرق اللي جت على أرضية الملعب عشان ما يحصلش أي انزلاق ولا أي حاجة لإحدى اللاعبات من كلا الفريقين لا قدر الله، عشان المهم سلامة اللاعبات. كابتن يحيى يوسف وعلامات التعجب يعني عدم الرضا على أداء ومستوى فريقه في هذا اللقاء، اللي بيمني النفس طبعا إن هو يحصد نقاط هذا اللقاء لصالحه، خصوصا بعد خسارته في كأس مصر. ما زال اللعب متوقف مشاهدينا الكرام، 24 الأهلي 21 الزمالك، بنلعب في الدقيقة 13 من زمن وأحداث الشوط الثاني. جانب من الحضور كده والجمهور اللي بيتابع وبيشجع الفريقين، ويمكن بعد هذا اللقاء أيضا هناك في لقاء هيجمع ما بين
سبورتينج والشمس، لقاء قوي ايضا في اولى ايام الدوره الختاميه المجمعه الختاميه لتحديد بطل دوري المحترفين المحترفات لكره اليد لعمومي السيدات. لحظات قليله مشاهدينا الكرام وهنستأنف مع حضراتكم اللقاء. وادي فاطمه، علاء، بتتلقى الإسعافات والتجهيز الطبي اللازم من أخصائيات العلاج الطبيعي كابتن رغدة أحمد من نادي الزمالك. حقيقة مش عارفين اللعب متوقف ليه حتى الآن، واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم. مريم عمر، ابتدى الاهلي زي ما قلت لحضراتكم يغير طريقته الدفاعيه الى 5-1، لكن بتتصدى بعد الاختراق القوي غاده حسام بكل فدائيه وجساره لتصويب نادي الزمالك عن طريق نورهان علي، لكن يلمها النادي الاهلي وتوصل لاسراء، وكان في ارتداد دفاعي قوي من نادي الزمالك ومنعوا التصويبه من اسراء، وحصل النادي الاهلي على صفارة ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. اتلعبت ووصلت لمين؟ وصلت إلى اللاعبة رقم 19 منا خالد في الجناح اليمين الرايت وينج، وأحرزت بيها الهدف 25. تاني إسراء أهي طلع ابتدت تلعب على مريم عشان تحاول تبطل مفعولها، وده اللي غير في شكل وأداء نادي الزمالك. وحاول تاني عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبه رقم 99 ياسمين صلاح، لكن تتقطع الدربلايه منها ويلمها النادي الاهلي وعلى مهلها نصره خالص الى اسراء، الى رنا راضي. اسراء، ايه، تقاطع وتغيير في المراكز مشاهدينا الكرام ما بين رنا وإسراء، وتاخد رنا من نص الملعب وتمرير وتصويبة من الثبات تحرز بيها الهدف 26. واضح ان سارة كانت لها إصابة في الكتف مشاهدينا الكرام نتيجة الدفعة اللي حصلت وهي بتصوب. وهو ابتدى النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم قفل على مفتاح لعب والعقل المفكر لنادي الزمالك، لكن برضو على الدايرة استلمت نورهان علي وأحرزت الهدف 22. 26 الأهلي 22 الزمالك، بنلعب في منتصف الشوط الثاني مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. نصرة لرنا، لإسراء، لرنا، وهتصوب رنا برضو من الثبات وتحرز الهدف 27. لسه إسراء بتلعب اهو 5-1 مفتوحة شبه مان تو مان على مريم، لكن لازم لاعبات الدايرة بقى الخمسة اللي تحت يقفلوا التقاطعات اللي بتحصل من الخط الامامي لنادي الزمالك، وتصويبة ودفاع من شهد الشورى على رقم 99 ياسمين صلاح، وإعاقة وصفارة من الكابتن أحمد مصطفى شوقي، وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. تقى بتحاول تتوغل وتخترق في عمق دفاعات النادي الأهلي وتقطع رنا الكورة، لكن معاها صفارة سبقتها، وآدي اتلعبت الفاول والرمية الحرة من مريم، حاولت تتلعب سريعة لكن الدفاع كان أصحى ووقف لها ومنعها، لكن كابتن أحمد مصطفى أسرع وطلع صفارته تاني ورجع اللعبة عشان تتلعب من مكانها. اتلعبت الرمية الحر، تقع علاء، ياسمين صلاح، نورهان علي معاها الكرة على الدايرة، وأدي إشارة اللعب السلبي وبيطلب أن الكرة تتلعب من مكانها. نورهان لمريم عمر، حاول النادي الاهلي يلعب على الدريبلايه اللي بتنزل من لاعبات نادي الزمالك،
وكان في صفارة وحائط صد بلوك جامد من رنا هايل الحقيقة منعت التصويبة وقعت لعيبة الزمالك في فاول وخدوها النادي الأهلي وراح لرنا تاني قطعت لها رقم 19 لكن ما تمررت لهاش الكرة لمنة خالد وتوصل تاني على الدايرة إلى شاهد اللي استلمت الكرة وعملتها لب هايل وهي بتقع أثناء خروج حارسة المرمى أحرزت بيها الهدف 28 أهي قدام حضراتكم شاهد الشورى رقم 44. تاني نورهان لتقع تقع علاء لياسمين صلاح هتحاول ياسمين لتقع اللي بتحاول تخترق وعايزه تخش ما بين واحد واتنين كده لكن قافله عليها تماما آية وقعت تقع علاء وقامت سليمه الحمد لله ٢٨ الاهلي ٢٢ الزمالك بنلعب في بدايه الدقيقه 19 مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يمكن النادي الأهلي لو نجح إن هو يبطل مفعول مريم عمر شفتوا بقى مريم راحت فين؟ راحت في الجناح الشمال نتيجة إن اتلعب عليها المان تو مان فابتدت تهرب وتروح في الوينج ليفت عشان تحاول تهرب أو تقطع على الدايرة عشان تستلم الكورة بدون رقابة دفاعية ويحرز نادي الزمالك الهدف 23 مشاهدينا الكرام بعد الصيام عن التهديف لمدة وصلت لأربع خمس دقائق من نادي الزمالك تاني إسراء توصل الكرة للجناح دخلت وصوبت فرح وأحرزت فرح وهدفت فرح واستحقت تحية وتشجيع الجمهور اللي حاضر في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام فرح حازم الوينج ليفت للنادي الأهلي تاني مريم بتهرب وتخترق وتحصل على الرمية الجزائية وإيقاف دقيقتين على مين؟ على رنا راضي ادي فرح ونورهان وتوجيهات كده وتعليمات وحوار ما بين الكابتن أحمد مصطفى وكابتن محمد طاقم التحكيم اليوم مريم عمر في مواجهة غادة حسام وتنجح مريم تحرز الهدف الأربعة وعشرين يعني نقدر نقول مشاهدينا الكرام إن النادي الأهلي بيلعب اللقاء على قد اللقاء عمل فارق الأهداف اللي محافظ عليه وبيفضل كل ما الزمالك يقرب شوية وآدي فرح بتحاول تخترق اللي طلعت في الباك لكن نتيجة إيقاف رانا طبعا وادي إسراء ودفاع قوي عن طريق نورهان ويمنى عبد الباسط اللي قافلين منطقة وسط الملعب لنادي الزمالك تماما وادي إسراء تاني ولكن نورهان معاها قافلة عليها تماما نورهان أشرف رقم 92 من نادي الزمالك إشارة اللعب السلبي تاني يمنى عبد الباسط ونورهان اشرف صخرتين دفاعيتين في صفوف نادي الزمالك قافلين منطقه وسط الملعب اللي النادي الاهلي مشاهدينا الكرام مصمم عليه انه يخترق من النص يمكن ما استغلش الاجنحه كتير حتى الان ما استغلش الخط الامامي ولما كان بيستغله عن طريق نصرة عيد كان بيستطيع انه يحرز الاهداف ويتوغل ويخترق دفاعات نادي الزمالك ويوصل للشباك الزملكاويه فرح دفاع قوي من نورهان من يمنى تاني فرح لإسراء اهي ده اللي بنقول عليه لحضراتكم توصل الكوره للجناح اللي صوبت منه خالد لسوء حظها ترتضم بالعارضه ثم ترتضم بالارض لكن بره خط المرمى ما عدتش خط المرمى لمتها بسمه مدحت ولعبة الفاست بريك السريع
وأحرز بيها نادي الزمالك الهدف الخمسة وعشرين. 29 الأهلي، 25 الزمالك. نلعب في الدقيقة 22 مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وأدي يمكن في الخلفية فريق الشمس، وأدي تاني اختراق برضو وتصدي من مين؟ من بسمة مدحت للمرة التانية على التوالي مشاهدينا الكرام. نورهان حاولت تعمل تصويبة لتقى اللي تصدى لها الدفاع ورجعت تاني وصلت للجناح اليمين وتخش وتصوب، لكن غادة حسام متألقة حتى الآن. 29 الأهلي، 25 الزمالك، 21 دقيقة و50 ثانية مشاهدينا الكرام. وأدي الكابتن جمال رمضان وكلام مع كابتن أحمد مصطفى شوقي. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم. فرح ونزلت دلوقتي سارة حسام وكورة جميلة على الدايرة، تمريرة لونج باس كده من نص الملعب تقريبا لشهد الشورى تستلم وتلف وتسجل الهدف الثلاثين مشاهدينا الكرام. 30 الأهلي، 25 الزمالك. يمكن قلنا وكنت بقول لحضراتكم إن النادي الأهلي بيلعب اللقاء على قد اللقاء، مش عايز يبذل مجهود مضاعف، مش عايز يبذل مجهود زيادة، المهم عنده أن يحصد نقاط المباراة عشان اللقاءات القادمة، لأن عنده لقاءين في غاية القوة والندية أمام سبورتينج وأمام الشمس بكرة وبعده مشاهدينا الكرام. مريم عمر بتحاول لكن كان فيها خطوات زيادة واتحسبت صفارة على طول وفاول عكسي على مريم ولمها النادي الأهلي. كرة مع إسراء في نص الملعب على يمينها آية منا، حاولت تخترق وتخش وتصوب لكن صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. إسراء وسارة الخط الخلفي دلوقتي، إسراء وسارة، وآدي إسراء بتخش وتخترق وبرضو تحصل على الرمية الجزائية، استغلت سرعتها بقى وأحرزت، صوبت الكورة قوية لكن كان في دفاع قوي من نادي الزمالك وإعاقة وصفارة على طول ورمية سبع أمتار. آية في مواجهة بسمة وتصوب على يمينها في الأرض الهدف الواحد وثلاثين مشاهدينا الكرام. نلعب في الدقيقة 25 متبقي حوالي 6 دقائق تقريبا على نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة، وفي إيقاف دقيقتين على فرح نتيجة إعاقة تقى على الدايرة. تاني اتلعبت الرمية الحرة كده، النادي الأهلي هيلعب منقوص بلاعبة يعني 5 لاعبات في الدفاع، فكده هل هتبقى مريم ليها القدرة على التوغل والاختراق وتعمل أسيست تمريرة إلى هايدي جمال في الجناح اليمين الوينج رايت تحرز بيها الهدف الخمسة وعشرين الستة وعشرين مشاهدينا الكرام. وبرضو نادي الزمالك رد على الخمسة واحد الدفاعية للنادي الأهلي بخمسة واحد دفاعية على إسراء، مان تو مان على إسراء، لكن آية بتخش وتتوغل وتصوب وتحرز الهدف الاثنين وتلاتين. حاول الزمالك يعمل رمية الإرسال سريعة لكن الكورة مع مريم تاني عمر أهي وقطعتها بكل جراءة. وبيطلب جهاز الفني للنادي الأهلي إن كان في إعاقة ليه آية بعد ما قطعت الكورة
لكن الحكم ما حسبهاش واتلمت لنادي الزمالك وتصوبت وطلعت بره الملعب وبقت رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. نزلت دلوقتي مريم الشربجي 88 اللي معاها الكوره، واسراء ابتدى نادي الزمالك يلعب 3-3. وادي كوره بقى من الكرات الجميله توصل تمريره ولا اجمل ولا اروع، اسيست لايه اللي دخلت سابت مركزها في الباك ودخلت ما بين الباك وما بين الجناح واستغلت دفاعات الزمالك المفتوحه ان هم بيلعبوا 3-3 واخترقت وصوبت في كوره في المقص الهدف ال 33. مشاهدينا الكرام، مريم عايزه تستغل النقص العددي في صفوف النادي الاهلي ودفاعاته وبتنجح ان هي تحصل على رميه جزائيه، رميه 7 أمتار بينالتي لصالح نادي الزمالك. طلعت غادة حسام ونزلت موني، هنشوف مريم ولا موني، موني ولا مريم، الاثنين في مواجهة بعض وتنجح مريم في إحراز الهدف 27. فارق بقى 7 أهداف مشاهدينا الكرام، يعني معنى كده إن النادي الأهلي متفوق في الشوط الثاني فقط بفارق 2، لأن احنا طبعا عارفين إن هو أنهى الشوط الأول متقدم بفارق، دلوقتي فارق هدف، متفوق بفارق هدف لأن هو أنهى الشوط الأول بفارق 5 أهداف ودلوقتي الفارق 6 أهداف، يعني هو متقدم في الشوط الثاني بس بفارق هدف. وإحنا بنلعب في الدقيقة 27 من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. توصل الكرة للجناح اللي بتحاول تخترق، لكن دفاع وقافلين على بعض كويس قوي ما بين ليلى شريف وكارت اصفر على مين؟ على الكابتن محمد بعلوشه، بيديله الكابتن احمد مصطفى شوقي، وادي الكابتن يحيى بيطلب ان هم يعني الهدوء ويقعدوا. واختراق وتوغل برضو تاني عن طريق مين؟ عن طريق 99 ياسمين صلاح اللي بتطلب من الكابتن محمد عادل ان هو يعني يحتسب الدفعه اللي حصلت لها. وادي مريم واضح ان هي تلعب عليها المان تو مان فاتقفلت عليها خالص، وادي كوره تاني تتصدى لها بقى موني بكل جراءه هايله تستحق التحيه والتشجيع فعلا. وفاست بريك للنادي الاهلي توصل ليه ليلى شريف اللي صوبت واحرزت الهدف ل 34. وصل الفارق الى 7 أهداف مره اخرى. وادي سندس قاعده بره برضو على الدكه لم تشارك في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، يمكن الكابتن يحيى بيدخرها للقاء الغد عشان لقاءات قلنا لحضراتكم بكره وبعده لقاءات في غايه وادي ايقاف لمده 2 دقيقة نتيجه اعتراض الكابتن يحيى يوسف انه بيقول الكوره الهجمه اللي تحرز منها الهدف الاخير لنادي الزمالك الهدف ال 28 كوره عكسي واضحه، فبيدي عقوبه ايقاف لمده 2 دقيقة وبكده لازم الكابتن يحيى يسحب لاعبه من الملعب. يعني مش هتكمل المباراه مع فرقتها لان خلاص متبقي حوالي دقيقه و45 ثانية تقريبا مشاهدينا الكرام على نهاية الشوط الثاني واللقاء. وقلنا لحضراتكم ان الكابتن يحيى كان بيعمل الروتيشن اللي هو بيريح بيه لاعبته وفرقته عشان اللقاءات القادمة. تاني مريم الشربجي لليلى شريف على مهلها خالص. آية جت في نص الملعب وإشارة اللعب السلبي. عفوا، وتعمل فنت جميل آية وتعمل شمال يمين وتعدي وتخترق وتتوغل وتحرز الهدف ال 35 مشاهدينا الكرام. وخلاص متبقي دقيقة تقريبا وآدي فاست بريك سريع تاني حاول النادي الأهلي إنه يعملها سريعة لكن ارتداد دفاعي للزمالك قطعها وبقت رميه جانب. هتلعبها على طول ساره لليلى
حاولت مريم الشرباجي ان هي تخترق، ساره تاني هتخش تجرب، وكوره تمريره لكن مفيش، الجناح مش موجود، فرح مش موجوده لانها كانت حصلت على الايقاف الدقيقتين. 20 ثانيه مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وخلاص نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك. وتتصدى موني برضو تاني، ومعاها صافرة نهاية أحداث الشوط والتاني والمباراة مشاهدينا الكرام، بفوز النادي الأهلي بنتيجة 35 الأهلي مقابل 28 للزمالك. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك للنادي الزمالك، وبالتوفيق إن شاء الله لبطلات النادي الأهلي في اللقاءات القادمة، في اللقاءات القادمة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم معنا، وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.